السلام عليكم، حياكم الله، معكم طش ياكو في حلقة جديدة من كونن انسايد. طبعا اليوم راح نتعلم كيف نصنع الحيوانات المحشوة او المحنطة في كونن انسايد. يلا خليكم مع المنظر الحلو. السلام عليكم، زي ما انتم شايفين في النو نيم سيتي عند الاركايفز. زين اوكي، قابل الاركايفز. الاركايفز ان شاء الله ننزل تحت لنوصل هذا الشبح. اذا وصلنا الشبح في يجيكم كذا كذا مكتبه. اوكي طبعا هنا ما في لوحوش ولا شيء، عادي تحرك بسرعه لنوصل للمكتبه. اول ما نوصل المكتبه زي ما انتم شايفين قصد الارشيف، في كذا مكتبه او مكتبه فيها مخطوطات. طيب المخطوطه اللي احنا نبغاها هي المقابله الشبح زي ما انتم شايفين، هذه نروح لها ونتفاعل معاها. بس لازم يكون معاكم شو اسمه الفراغمنت اوف باور، يعني تقتلون زعماء الوحوش وتطلع لكم كذا فراغمنت، كل وحش يطلع له فراغمنت وحده. طبعا تبادلونها مع المكتبه وتعطيكم مخطوطات. زي ما انتم شايفين انا جبت فراغمنت كثير، وتقريبا 7 تصور 9 تقريبا، وراح نحاول نفتح المخطوطات اللي شوي نتفاعل معاه لين نوصل للمخطوطه اللي احنا نبغاها، واللي هي فوتوكستادورمي فوتوتاكسادورمي اتصور اسمها فوتوتاكسادورمي. ياب هذه هي فوتوتاكسادورمي. تمام، حلو، ممتاز جدا، وصلنا وتعلمنا، اخذناها من المكتبة. يلا خلنا نتحرك نرجع البيس. والحين في البيس لازم نروح عند الارتزين، طاولة الارتزين. تمام، هنا نقدر نشتغل على الاشياء. زي ما انتم شايفين طاولة الارتزين ما عندنا ايش اسمه اي وصفات حاليا. لازم نتعلمها اول شيء، نضغط عليها ونستخدمها يوز. اوكي، وبكذا زي ما انتم شايفين طلعت كل الحيوانات اللي نقدر نسوي لها شو اسمه تحنيط. تمام، زي ما انتم شايفين هي تقريبا 29 حيوان مع البليت حق العرض حقهم. لا قصدي من غير البليت العرض، يعني هم 29 زائد زي ما انتم شايفين نحتاج كلوز والانياب والشو اسمه هذا شو يسمونه والبيلت اللي الجلد حقه زي ما انتم شايفين. هنا فرو والقرون حقاته او الاسنان حقاته والهايد. طبعا الحيوان كل حيوان له متطلبات. هنا عند الياتي محتاج انياب، محتاج صبغة بيضة، محتاج الفرو حقه. اوكي وكذا نقدر نصنع كل حيوان احنا نبغاه، يعني ان شاء الله يكون واضح لكم. لا تنسون تحطون لايك اذا عجبكم الشرح، واذا عندكم شيء تبون نتكلم عنه عندكم الكومنت تحت. يلا خلينا نكمل. الحين اذا بغيتوا تشوفونا في هذا بالفيتس تلقونه تحت هذا السرفايفل. تمام، ننزل تحت وزي ما انتم شايفين هنا في لايبراري. تماما، هذه زي ما انتم شايفين الفوتوتاكسادورمي، ماني عارفه انطقها، بس هذه هي. زي ما انتم شايفين يطلع لنا كل الحيوانات زائد طاوله العرض حقتهم. شو تلقانا اخر شيء اللي هي ايرون بليت فور ديسبلاي، الصحن الحديدي للعرض. اتصور كذا ترجمته. اوكي يلا نجاوب، نحاول نصنع. لازم تستخدمون طاولة الارتزن، حتى هذا لازم تستخدمون طاولة الارتزن، تحطونه في اي مكان في البيس وتحطون الحيوانات اللي تبغون تعرضونها. تمام، اي حيوان اي شكل من الاشكال اللي تبغونه عادي، بس مشكلة الحيوانات ان ما طريقة عرضهم
ثابتة. اوكي كذا يعني. بصراحة منظر جميل جدا، من احسن المناظر في الجيم بالنسبة لي، من احسن مناظر في الالعاب، اكثر الالعاب تقريبا احس انه احسن جيم من ناحية المناظر، طبعا من غير فان فانتسي. اللي يعرف فان فانتسي زي ما انتم شايفين هنا، نشوف الحيوانات والطريقة العرض حقتها. اسد شكله مرة مأساوي كأنه بسة. اوكي العقرب مرة شكله حلو صغيرة. اوكي هذه من احسن المناظر صراحة، احس ان تقدر تستخدمونه باستخدامات كثيرة. الغزالين والش اسمه الفهد مرة روعة بصراحة. اوكي هذه يعني حتى هذا شكله حلو. هنا بعد شوي يعني يبي له تعديل. اوكي مرة هذا حلو صح. وهنا الجدي مرة شكله مرة حلو بصراحة، حتى هذا عاجبني مرة. الضبعة لا هذه عادي مرة حلو كأنه حقيقي. الدب يعني مو ذاك الشيء. ها الكومودو تمام تمام. اوكي هذا الخنزير البري وقفته حلوة، حتى شو اسمه اللونج هذه بعد، حتى العنكبوت شكله مرة حلو صراحة. يعني يعتمد على آرائكم وش طريقة إعجابك، كل واحد وجهة نظره يعني، كل واحد وجهة نظره من ناحية شكل الحيوانات. شو اسمه هذا الخفاش مرة روعة بصراحة. وهذا اليتي بصراحة شكله يعني ما أدري والله، يرجع لكم. وكذا تكون انتهت حلقتنا اليوم، لا تنسوا تحطون لايك، إذا عندكم تبون سؤال أو شيء عندكم الكومنت، أو حسابي في تويتر @كوشياكو، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية. معكم كوشياكو، فمان الله.